ورحمة الله وبركاته أحباء الصغار. في هذا اليوم سوف نتعرف على الحركات الطويلة لحرف الميم، وهذه هي الحركات الطويلة لحرف الميم. قد أخبرتكم في السابق عن الحركات القصيرة وهي الفتحة، الكسرة، الضمة، وصوتها يكون ميم فتحة ما، ميم كسرة مي، ميم ضمة مو. والآن سوف نتعرف على الحركات الطويلة، هل تعرفونها؟ نعم، إنها حروف المد. ما هي؟ ألف، ياء، واو. عندما نضع الألف مع حرف الميم كيف يلفظ؟ ما. ونضع مع حرف الميم الياء مي. ونضع أيضا حرف الواو مع حرف الميم مو. والآن سوف نتعرف على حروف المد من خلال هذه الصور وهذه الكلمات. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ إنه ماعز، وهذه كلمة ماعز. هل يوجد بها حرف المد؟ نعم، أين هو؟ في أول الكلمة هنا، ماعز. ننتقل إلى الصورة الأخرى، ماذا نشاهد؟ نشاهد ولدا يسمى رامي، وهذه كلمة رامي. هل يوجد حرف المد هنا؟ نعم، أين مكانه؟ في آخر الكلمة هنا، مي، رامي. نأتي إلى الصورة الأخيرة، ماذا تشاهدون؟ نشاهد حيوانا يسمى جاموس، هل تعرفونه؟ هيا نتعرف على كلمته. هذه كلمة جاموس، جاموس. هل يوجد به حرف المد؟ نعم، أين مكانه؟ في وسط الكلمة هنا جاء الميم مع الواو، جاموس. والآن هل عرفتم حروف المد مع حرف الميم؟ ماعز في أول الكلمة، رامي في آخر الكلمة، جاموس في وسط الكلمة. مع السلامة.